أستاذ المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، ربنا يحقق كل الأمنيات الطيبات. وأنا بقول كل عام وأنتم بخير لأنه كل يوم يوم جديد، وبنقول الألف اللام السين الواو الدال الألف النون. مرحبا بكم يا إخواننا، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف أخبارك؟ تمام الحمد لله. ميني مياد أسهري، اسم أسهري ده مر علي، أسهري ده منو؟ الله هل يخفى القمر في سمائه؟ طيب خليك معي على الكاميرا. القمر في سمائه، اسم أسهري تاريخ في السودان منه؟ الزعيم الأسهري. الزعيم الأسهري، أيوه. المحطة ولا الزعيم ذاته؟ الزعيم ذاته. الزعيم ذاته، أيوه. كان رئيس شنو ولا وزير شنو؟ كان هو رفع العلم بتاع شنو؟ السودان، بتاع السودان. يا سلام يا أخوي، إحنا من هنا بنحيي وبنحيي أسرته، وإن شاء الله ربنا يديه يعني الجنة يا رب العالمين، ويديه الرحمة والمغفرة، ولأسرته إن شاء الله رب العالمين، ولولده برضه المرحوم محمد ربنا يرحمه ويغفر له ولكل أسرته. بتجري، تخرجتي، بتسوي كسرة، قاعد تعمل ترموس كركده، شنو يعني؟ الحمد لله تخرجت. تخرجتي؟ أيوه. قريتي شنو؟ علم نفس. علم نفس سايكولوجي. يا سلام، استاذ المشاهدين شفت انا مستغرب كيف سايكولوجي كده. طيب يا ميادة، يعني شنو انتم مجالكم بتعملوا شنو يعني في السايكولوجي؟ بتعملوا شنو مع الكاميرا يعني؟ بتعملوا شنو؟ المعالجات النفسية. علم النفس ذاته بيتقسم لكام حاجة؟ علم نفس، علم النفس التربوي، علم النفس الكلينيكي، تربية خاصة. وأنا حاليا يعني بدأت في التربية الخاصة بعد ما تخرجت. التربية الخاصة دي عشان تفهمينا أكثر، تفهم معي سادة المشاهدين، أطفال يعني بتربوا أطفال ولا تربية حالات خاصة؟ حالات ولا خاصة، تربية خاصة، حالات خاصة، التوحد، الداون، صعوبات التعلم كده. يا سلام يا أخي، صعوبة التعلم والتوحد التعلم والحاجات دي، يعني ممكن أقول عليك دكتورة ميادة إن شاء الله. هاي دكتورة ميادة. طيب دكتورة ميادة، اتخيل إني قلت هسي دكتورة ميادة أنا مريض، جيتك قالوا لك يا أخي الزول ده مريض وعنده حالة، ممكن نخش في مع السادة المشاهدين دي بس في 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 دقيقتين؟ طيب أنا يا إخوان أنا البيشن، تمام؟ السلام عليكم كده. ميادة كده تمام؟ يا هلا بك. أنا مالي؟ أنا ما كويس. أنا ما كويس يا أخي. لا والله أنت كويس، ما فيك أي حاجة، مالك حسي؟ ما عرس لا. بقت مدنية وحد عرس. قل والله. طيب الله نظهر لي جروش، ناس بيتنا قام مرقوا، قام خلوا لي جدادة، جدادة لقيتها مكرفسة ولا قدرت أقول، قبت لها ليمون، الليمون قال لي جيب بصل، البصل باكل فيه بيعمل لك كرجم كجم كرجم كجم. إيه أنا شنو؟ تاكلها بس، اكلها بس، تاكلها بس. طيب يا مهياده، لو جاكي حاله يعني تتعاملي مع الحاله دي كده؟ أيوة. يعني مهما كان، ايوه يعني ممكن يجيك زول النوع يعني بجودك انت مالك تعلم مالك مش انت مالك يعني عادي المساله دي؟ ايوه عادي جدا. وممكن يجيك زول مسكين ما بيتكلم، كيف اخبارك؟ أيوة. خليك معي مع الكاميرا، اخبارك وكده، ايوه يعني عادي بتتعامل معاه؟ عادي عادي جدا. طيب مهياده، نحن يمكن في ظل المدنيه، بتتوقع شنو من المدنيه؟ والله متفائلين بها شديد، يعني انا الحاجات اللي قريتها مع النيف، يعني الناس الرشحون ناس كتار ما بعرفهم، لكن لما قريت السيره الذاتيه بتاعتهم والشهادات، يعني شهادات تخلع حاجات، يعني ترفع الراس بجد، مش زي جماعتنا ديلك ما عارفين جابهم من وين. ديلك خلينا في ديل، خلينا في ديل. يعني شهاداتهم بجد ترفع الراس. شهادات ترفع الراس، يعني كيف؟ لو حطوها هنا الراس يبقى فوق كده ولا بالضبط كده؟ يعني لو حطيت شهاداته كده الراس يكون ماشي كده. يعني شهادات قيمة علمية قوية. أيوة. ممكن كان تضيف للبلد كده، يعني كان خاطين ناس ما في المكان المناسب. ايوه، ودي عيب الواسطة وعيب الكلام ده يعني. بالضبط كده. طيب انت طموحك شنو تحققوا لك المدنية؟ طموح شخصي، عايزة بس الحقوق، عايزة حق كل انسان عايش في السودان، او حق كل انسان كائن بغض النظر عن هو يعني عنده واسطة ما عنده واسطة، عنده شهادات ما عنده شهادات. احنا بس عايزين الحاجات البسيطة اللي احنا المفروض ناخدها حق كل مواطن. بعد ذاك الحاجة بتبقى بقد يعني حسب تعبك انت وحسب اجتهادك. ما يعني ما دارين زول ياخد حق زول؟ لا، يعني انت ما مجتهد تجي قروشك في بيتك؟ ايوه بالظبط. ما ينفع؟ لا ما يعني ينفع. ايوه يعني زول ياخد قدره الناس. اي ياخد قدر التعب عليه. التعب؟ ايوه بالظبط، التعب، التعب عليه. طيب ميادة، انت عملت شنو للوطن ده؟ اوف، عملت اوف؟ عملت الخدمة الوطنية. الخدمة الوطنية بس كده ولا تاني عملت حاجة؟ والله يعني عملت شنو؟ عملت شنو يعني؟ انت هسي ميادة ما شاء الله قريتي الروضة وقريتي الثانوي وقريتي الجامعة، في عمرك ده كله قدمت شنو للوطن؟ قدمت شنو للسودان؟ ما السودان ده بس يجوا ناس ينموا برام، ولا عندك حقوق انت ممكن يعني تعملي حاجة للسودان؟
عملنا كان عندنا حاجات تطوعية عملناها هي مال الوطن، هي لشباب الوطن. ممتاز. زي شنو؟ حاجات تطوعية، وتاني عندنا ورشات كنا بنعمل حاجات زي دي حتى في الجامعة، حتى لما كنا أيام الجامعة يعني في طلبة مثلا البرال الجدد بنقوم نمشي نوريهم الحاصل كده في الجامعة، اعملوا كده إذا احتجتوا لي حاجة تعالوا لنا كده يعني. يعني معناته قدمتي حاجات خيرية. أيوة معناته قدمتي. أيوة. طيب يا ميادة، سؤال وسؤال جاد. ميادة ماشية في الشارع، الدنيا صباح، ماشية على المواصلات، جات وقفت حفلة والناس كلها واقفة وما في زول داير يركب في الحفلة، وانت جاي على السوق العربي بتاع الحفلة بكورك عربي عربي عربي، ما في زول يزول يركب والناس كلها واقفة، وانت عينت للناس بيمين وبشمال، بعد شوية سألتي جنبك اسمعيني انت ماشية وين، قلت لك ماشية العربي وابت تركب، والبيجاي سألتيها ماشية ماشية العربي، وزول بكورك عربي عربي، براك بتركبي ولا هي بركب؟ بتركبي؟ هي بركب مش مواصلات؟ مواصلات؟ ما بزول ركب من 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 المحطة. هي بركب. ركبتي، قفل الباب، العربية اتحركت شوية، قام زول السايق العربية، قال لك على فكرة أنا حالف بالله إنه أي زول يركب معي من الصباح في العربية دي عنده شيك ب 300 مليون، وأدوك الشيك ب 300 مليون، هتعمل لي شيك. حجيب لي عربية. حجيب لك عربية. أستاذ المشاهدين دي أصدق زولة اتكلمت معي، كل الناس اللي بجيب لهم الكلام ده بقول لك حمشي أتبرع بها وحمشي أعمل وحمشي أسوي، أنتِ حتقومي طوالي يا ميادة تشتري بها عربية. طيب إذا لقيت العربية ب 100 مليون فضل لك 200 مليون حتعملي شنو؟ ياهو. هو؟ حتعملي ياهو؟ لا قلت لك ياهو يعني. يعني؟ اشتري لي بها أرض، اشتري لي كده حاجات. اشتريتي أرض وما بركة، قولي دي كله كله، فضل لك 100 مليون. حجج بها امي طبعا. حججت امي فضلت 90 مليون. بعد ده اشوف الكماليات اللي انا عايزها. شفت الكماليات فضلت 80 مليون. بعزمك انت. الساده المشاهدين دي الان دايره ذاته، انا دي الدايره الساده المشاهدين، حتى نلتقي في حلقه جديده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.